وفهمي وهناك ربيعي تنفذ جول. هدف أول مع الوقت بدل الضائع بعد ما اصطدمت في حائط الصد وتغيرت اتجاه الكرة لتسكن شباك الروضة. هدف أول للزلفي مع أول دقيقة من الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الأول من كرة ثابتة نفذها اسكندر بن عافية واصطدمت في حائط الصد وتغير اتجاهها وهدف أول للزلفي. شوف كرة تغير اتجاهها والكرة تذهب كهدف أول. 1-0